اولا سوف يحدث الاستفتاء في كركوك ونحن نتوقع فوز الاستفتاء بنعم بالنسبه لاستقلال كردستان بنسبه هائله. بالحقيقه الاستفتاء الذي سيقوم القياده الكرديه في اجراءه في 25 ايلول سنه 2017 هو غير قانوني وغير دستوري ولا يستند الى اي صيغه قانونيه، لان الشعب العراقي اقر دستور سنه 2005 باعتبار ان العراق هو دوله فيدراليه موحده واقليم كردستان جزء من هذه الدوله الموحده. اننا نرى ان هذا الاستفتاء سيؤدي الى صراعات داخليه ونشوب حرب اهليه في العراق. إن موضوع الاستفتاء في هذه الفترة نرى أنه يجب أن يؤجل على الأقل، وإذا لم يكن هنالك إمكانية للتأجيل فمن غير المنطقي أن يقام هذا الاستفتاء في محافظة كركوك التي هي قرابة نصفها محتل من قبل تنظيم داعش الإرهابي.